السلام عليكم موقع أشواق. تنشكركم على التغطية الصحفية وكنتمنى لكم عواش مباركة بالصحة والسلامة وطولة العمر. وكيف كتشوفوا احنا مجموعين في مائدة الإفطار مع الأصدقاء والأحباب والخوت اللي كيبغيو الفنان عبدو السلاوي. وكنتمنى لجميع المغاربة عيد مبارك سعيد يدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وطولة العمر. أنا فرحان بزاف أنني كنتواجد في المغرب والحمد لله الأغنية ديالي ديال هلا هلا لك يا رمضان لقات استحسان كبير عند الجمهور المغربي. هي أغنية من كلماتي وألحاني وفكرة دمولي هاشم العلوي والموزع أشرف بن صفية والمخرج سيمو وتبارك الله لقات استحسان كبير عند الجمهور المغربي. كريمة وساط هي فنانة فايت لي الشغل انا وياها عمل مشاو خلاني لقى استحسان كبير عند الجمهور المغربي وان شاء الله باقي اعمال كبيره غادي تجي تجمعني انا والفنانه كريمة وساط وفرحان ليها بزاف بهذا الشقه اللي عطاوها. واخا كيقولوا انني ساهمت في الشقه بالعكس انا من هذا المنبر كان في هذا الخبر انا ما ساهمت بوالو بالعكس انا فرحان ليها لانهم هداوا شقه والفضل كيرجع لسعيد النصيري اللي هو تكلف باش جمع ليها الفلوس ديال الدار وكانت منهم نيت صوفيا استيتيك بمساهمه بزاف ديال الشركات ومنهم صوفيا استيتيك اللي كانت هي الدور ديالها انها ساهمت في الدار ديال كريمة وساط. بالعكس كنشكرهم بزاف انهم شافوا من حال هذه الفنانه لان كنعرفها يعني اخت وصديقه ومرضيه الوالدين وهذه وفرحت معها وفرحت بزاف ملي سمعت بالله هذا هو الشقه وكنتمنى لها المجيد ان شاء الله من التالق والعطاء. فنانه كريمه وساط عطات الكثير وتبارك الله باقا تعطي وباقا عندها واحد الروح وباقا عندها واحد الانرجي انا اللي كنعرفها وهذه وباقي ان شاء الله نشوفوها في اعمال واعمال. وبالمكتوب هو مسلسل مغربي دار ضجه كبيره في عند المغاربه وعند حتى اخواننا الجزائريين والمكتوب يعني دار ضجه لانه فريمون تصوير هائل. انا كنت كنتفرج فيه كنقول ياك ما كنتفرج في فيلم تركي بالعكس كنقول لا هذا ماشي تركي هذا فيلم مغربي فيه ايماج زوينه كيف كتشوفوا تبارك الله المغرب ديالنا كيولا زوين بزاف سختو مدينه الرباط تبارك الله عاصمه الانوار بين في هذا الكليب جميل بزاف الصور للفنانه لكل شيء تبارك الله كان زوين وتبارك الله على المخرج كعبون على هذا المسلسل اللي فريمون لقى استحسان كبير عند الجمهور المغربي. وما نساوش دنيا بوطازوط اللي انا من لي فان ديالها بيان سور تبعتها من كبور الشعيبيه ودابا هي في المكتوب وتبارك الله في بنات العساس وهذه يعني تبارك الله ما غريبش على دنيا بوطازوط شي مسلسل تيدير ضجه يعني تعودنا على دنيا بوطازوط اي مسلسل كتكون فيه كيدير ضجه اللي فريمون تبارك الله عليها فنانه كبيره وهرم من الاهرام المغاربه
كنتمنى ان شاء الله نتجمع انا وياه في عمل فيديو كليب ولا عمل فني. انا اقتحمت العالم التمثيل وكنتمنى ان شاء الله نتجمع انا وياه في شي مسلسل ولا دور ولا اي حاجه. يعني بالعكس انا فان ديال دنيا وتبارك الله عليها. يعني من خلال هذا المسلسل كنشوفوا تبارك الله النجاحات ديالها. بالعكس انا كان دنيا غتكون فرحانه بزاف بهذا النجاح اللي حققت، لان فريمون هذا النجاح كيطمح به اي فنان في الكره الارضيه، لان باش تلقى راسك في جميع المواقع التواصل الاجتماعي، ويعني هاد الشهره اللي راها فيها دنيا بوتاسوت، بالعكس تكون فرحانه بزاف، واي فنان كيطمح بهاد الشهره هذه. الموقف ديالي من الداعي ياسين العمري، الداعي ياسين العمري ما كنظنش انه بغى يدير البوز بهاد المسلسل، بالعكس هو غير شاف كل شيء كيهضر على هذا المكتوب، والتليفون راه كاع اللي عنده تليفون راه غادي يشوف المسلسل، لانه محقق نجاح كبير. يعني راه هو براسو غادي يدخل غادي يبغي يشوف شي آية قرآنية ولا شي حاجة، غتطلع له المكتوب، يعني بز منه غادي يتفرج وبز منه غادي يشوف، لأن المسلسل داير ضجة دير دجا، هو شاف الدجا اللي داير، يعني حتى هو راه متبع التليفون، يعني راكو ما كانش متبع التليفون والتلفازه ما غيعرفش بلا فيلم الشيخاره داير دجا، وهضر عليه في خطبه والناس هزوا داك المقطع اللي هضر عليه ودار دجا. يعني باش كتشوف النجاح ديال هذا المسلسل، يعني اي حد خرج هضر على هذا المسلسل راه غادي تطلع عليه الاضواء، لانه فريمون المسلسل داير دجا وهادشي اللي كاين. يعني انا ما كنظنش انه بغى يدير البوز، لانه ما عنده ما يعني هو دار البوز، يعني شنو واش كيمثل كيغني شنو كيدير باش غادي يدير البوز، يعني ما عنده باش يفيدو البوز. هو الشيخ الاسلامي يعني بعيد كل البعد على هاد البوز وعلى انه بغى يدير البوز ولا باش يتشهر ولا هادي، يعني بالعكس هو عنده دراسات اخرى وابحاث اخرى، يعني غيكون بعيد على التمثيل وعلى الغناء وعلى كاع ما يروج في التليفون. يعني ما كنظنش انه بغى يدير البوز ويخلق الشوشره من خلال المسلسل، بالعكس المسلسل ناجح وكيهضر عليه الكبير والصغير، وهذا نجاح كبير حققوه كاع ليكيب اللي اشتغلت على هذا المسلسل، وتبارك الله عليهم. هادشي اللي غنقول، الفن تبارك الله في المغرب ولينا كنشوفوا صور جميله، ولينا كنشوفوا محتوى زوين، يعني ولينا كنشوفوا صور جميله على المغرب. يعني انا دابا حوالي سنه وانا في المغرب، يعني ما سخيتش ببلادي، والفضل كيرجع لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي هو خلانا نشوفوا هذا الازدهار وهذا الامن والامان في هذا البلد، وهاد الجماليه المغرب. يعني فريمون المغرب من هاد حوالي هاد السنين الاخيره، يعني ولينا كنشوفوا المغرب تبارك الله غادي في واحد الازدهار جميل، وكنتمنى ان شاء الله مازال نزيدوا القدام ومازال نعطيو الكثير والكثير والكثير. والفن تبارك الله راه من خلاله راه كنبينوا كاع هادشي اللي ما كيبانش، يعني هادو هما الرسائل اللي كيبينهم الفنان وكيظهرهم على الشاشه، يعني كيوصل هاد النجاحات اللي كيقوم بها المغرب، وهاد الازدهار وهاد الشوارع وهاد يعني وكاع شي حاجه تزادت عندنا جديده في بلادنا، يعني راه من خلال المسلسلات كيتعرف عليها المغرب كامل. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.